يعني بداية نحن سنعود إلى البداية ربما، يعني تعلم سيادة الفريق منذ اليوم الأول الأخبار متضاربة، المعلومات كذلك الروايات سيادة الفريق، ما الذي حدث منذ البداية حتى تبدأ هذه الاشتباكات ونصل اليوم لتقريبا مرور شهر على هذه الأزمة؟ مرحبا وشكرا جزيلا على اهتمامكم بشعب السودان وشأن السودان. هذه الإشكالية قديمة مع متمردي الدعم السريع. هذه القوى التي يسيطر عليها الأخوان محمد حمدان وشقيقه عبد الرحيم، هما يريدان أن يبتلع السودان بجملته بعد أن عجز عن تحقيق ذلك بالطرق السلمية أو بطرق المساومات، يحاولان الآن ابتلاعه بواسطة استخدام القوى العسكرية. كل المسألة ليست وراءها سوى الأطماع الشخصية فقط. طيب، يعني إذا عدنا نحن نعود إلى البداية كما ذكرنا سيادة الفريق، كيف استطعتم في البداية التصدي لما حدث ولما كان مخطط له من قبل الدعم السريع خصوصا في الأيام الأولى لهذه الأحداث؟ نحن طبعا في بداية الأمر كنا نظن أن هذه القوة قوة حليفة، قوة مساندة للقوات المسلحة، كنا نظن أن كل ما تحصل عليه من أسلحة من أفراد سيعود في النهاية للقوات المسلحة، وكنا نأمن لهم وجودهم في مؤسساتنا، في كل مؤسسات الدولة هم موجودين بجانب القوات المسلحة، لكن حدثت منهم هذه الفعلة الغادرة الخائنة التي سددت بموجبها طعنة ليست إلى خاصرة القوات المسلحة وإنما إلى خاصرة الشعب السوداني، وتسببت في هذه المآسي التي يعيشها السودانيين الآن. الآن كل الأسر السودانية في الخرطوم أصابها ضرر بليغ، حرائرها اغتصبت، بيوتها احتلت، ممتلكاتها نهبت، خدماتها تعطلت. ضرر كبير أصاب الشعب السوداني وسكان الخرطوم على وجه الخصوص من هذه العملية الغادرة التي نظن أنها ستوصم هذه القوة بوصمة عار لن تتخلى عن قيادتها أبداً.